مفيش منطقة ما هتحتاج حاجة مش هروح لها. 20-30 مش هيبقى في حاجة اسمها غير آمن غير مخطط أسوأ عشوائية. من 2008 و2014 كان حجم مصروفات الصندوق 652 مليون جنيه. طب من 2014 لغايه اليومين هذا كان في 40 مليار، فايا كان الرقم فلا ده بيبين حجم اهتمام الدوله والقياده السياسيه بقضيه العشوائيات، ده بس بند واحد اللي هو اسمه الغير امن. الرئيس بدا يبص عندنا مناطق غير عشوائيه، مناطق غير امنه، طب عايزين نعمل فيها حاجه. قام جه في 2016 هو قعد يشوف ويدرس ويفكر. 2016 اطلق المبادره بتاعته القضاء على المناطق العشوائيه الغير امنه بحلول 2020. فعملنا حاجه اسمها الخريطه القوميه للمناطق الغير امنه، خريطه قوميه للمناطق الغير مخططه، الخريطه القوميه للاسواق العشوائيه. طلع لنا 357 منطقه، 357 منطقه دول كان ب 200,000 وحده. قلنا احنا هنقضي عليهم في نهايه 2020. ايه اللي دخلنا 2021؟ مش كورونا ولا حاجه. ان احنا بدل ما كنا 200,000 وحده بقينا 246,000 وحده. فال 46,000 وحده دول هم اللي زادوا علينا لكن نفس عدد المناطق، فده اللي دخلنا 2021. لكن عندنا مشروع واحد اوريدي كان داخل 2021 معانا اللي هو مثلث ماسبيرو. حسبنا التكلفه في الاول سنه 2016 كانت 17 مليار، بقت 24 مليار لما دققنا الاحصائيات، لما حصل انفليشن للجنيه فوصلنا ل 32 مليار، لما زادت علينا بعض المناطق 46,000 منطقه وحده جديده زادت معانا، بنتكلم في 40 مليار جنيه. احنا وصلنا لفين؟ احنا خلاص فضينا بعض المشروعات البسيطه جدا، احنا عاملين حوالي تجاوزنا من 246,000 وحده ومخلصين 215,000 وحده. الحاجه 30,000 وحده الباقيين دول خلاص هم مشروعات جاهزه ان شاء الله بشار خير 15,600 وحده. عندنا الخياله 2520 وحده، عندنا مثلث ماسبيرو 1000 وحده، عندنا الانتاج الحربي 4800 وحده، اللي هو هنلاقي نفسنا في الاخر 2000 وحده في حلايب وشلاتين. فهم دول هيوصلوا لل 270,000 وحده وخلاص بنسبه تنفيذ اقل حاجه فيهم 95-98%. اجمالي اللي اتصرف دلوقتي تجاوزنا ال 34 مليار، والباقي ده اللي هو المشروعات الباقيه ختامياتها وحاجات زي كده هتكون مصروفه ان شاء الله يبقى هنوصل 40 مليار يعني. عندنا مهام تجاوز 900 مليار جنيه، ومش كلام على ورق. الناس بتفاجئ بافتتاحات وشغل، لكن الناس ان شاء الله 700 مليار جنيه دول احنا بدأنا كل ده شغل شغالينه حالا فعلا هيوصل ل 700 مليار جنيه. اول مبادره هي الغير مخططه. عندنا 227 مدينه على مستوى الدوله مساحتهم 417,000 فدان، منهم 160,000 فدان غير مخطط. تكلفة القضية دي قد ايه؟ 318 مليار جنيه. رجلنا فين منها دلوقتي؟ احنا مخلصين 59 منطقة، 56 منطقة مساحتهم 4600 فدان بتكلفة حوالي مليار جنيه، وشغالين حالي جاري العمل في 79 منطقة ب 6900 فدان، فبتكلفة 3.4 مليار جنيه. تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. احنا تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دي احنا التارجت بتاعنا 500,000 وحده، التكلفه هتوصل لحوالي 350 مليار جنيه. بدانا نشتغل خلاص على طول، اخترنا مرحله عاجله 32 مشروع في 13 محافظه ب 108,000 وحده سكنيه، وبدانا الشغل يعني في بعض المشروعات وصل نسبه تنفيذها 50% كمان. احنا لسه بادئين من حوالي اقل من 6 شهور. ودي المرحله العاجله سنه ونص، وان شاء الله بقيه ال 500,000 وحده بس يتوفر الاراضي لينا من في المحافظات والمدن هنخلصها خلال 3 سنوات. القضيه الاخرى اللي هي الاسواق العشوائيه، عندنا 1105 سوق عشوائي على مستوى الدوله فيهم 306,000 وحدة نشاط. التكلفة هتكون في حدود 44 مليار جنيه، حاطين برضو الرؤية بتاعة 2030 للقضاء على الأسواق الغير الأسواق العشوائية.